السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة ممتازة جدا، وهي منحة دراسية في دولة من أقوى دول العالم وهي في أستراليا. والمنحة دي ممولة بشكل كامل وفيها راتب شهري كبير جدا ومميزات كثيرة. طيب خلينا دلوقتي نتعرف على تفاصيل هذه المنحة. هي منحة دراسية ممولة بالكامل في دولة أستراليا، تمام؟ الجهة المانحة اللي بتقدم هذه المنحة هي جامعة اسمها University New South Wales، تمام؟ وده اختصارها اللي هو UNSW، اللي هي جامعة UNSW، فده اختصار الجامعة واسم الجامعة، تمام كده؟ هي اللي بتقدم المنحة. اسم المنحة دي RTB Scholarship. RTB Scholarship دي، وأكيد انتوا سمعتوا عنها قبل كده، أنا شرحتها في منح أخرى. هي عبارة عن منحة دراسية مقدمة من الحكومة الأسترالية، تمام؟ والمنحة دي بتكون مقسمة على عدد من الجامعات. فجامعة University New South Wales ليها عدد من المقاعد لاستقبال الطلاب الأجانب للتقديم في هذه المنحة، اللي هي منحة RTB المقدمة من الحكومة الأسترالية، تمام كده؟ طيب الدول المتاحة للتقديم في هذه المنحة، كل دول العالم متاحة للتقديم، سواء انت من دولة عربية، افريقية، اسيوية، متاح ليك التقديم بسهولة في هذه المنحة. طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة لهذه المنحة، المنحة دي موجهة لدرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه فقط. الناس اللي عايز تدرس ماجستير او دكتوراه متاح، بكالوريوس غير متاح، تمام؟ طيب بالنسبة للتمويل في هذه المنحة، اولا المنحة دي بتشمل رسوم الدراسة كاملة بالمجان، يعني انت مش بتدفع اي تكاليف خالص للدراسة، كل الرسوم الدراسية بتكون على حساب المنحة، تمام؟ في راتب شهري بيقدر ب 2400 دولار شهريا، ده عشان يغطي تكاليف معيشتك وما الى ذلك. هما بيدوا راتب سنوي بيقدر بحوالي 28,500 دولار، تمام؟ ولكن الراتب ده لو قسمناه عشان يكون بالشهر هو 2400 دولار شهريا. كمان تذاكر الطيران بتكون مشمولة، لانها بتكون المنحة دي اسمها RTB مقدمة من الحكومة، فبتشمل تذاكر الطيران. كمان السكن الجامعي بيكون متوفر، وبيكون فيه تأمين طبي في حالة لا قدر الله حدوث مرض او حادث. من ضمن المميزات القوية في منحة RTB المقدمة من الحكومة الأسترالية، إنها بتوفر اصطحاب العائلة معك إذا كان لديك زوجة وأطفال، يعني الشخص بيقدم عادي جدا باسمه لوحده، ولو تم قبوله وإذا كان عنده أسرة وأطفال بيتم اصطحابهم معاه وبيتم عمل فيزا عائلية، تمام كده؟ اللي هي فيزا دراسية بس بتشمل أيضا العائلة معه. طيب ده بالنسبة للتمويل والمميزات. طيب بالنسبة للتخصصات، المنحة دي متاح بها تخصصات كتيرة جدا زي الحقوق، الاقتصاد، المحاسبة، الهندسة، العلوم، والتخصصات الطبية، التمريض، الآداب، التربية، وكل التخصصات اللي بتقدمها جامعة نيو ساوز ويلز متاحة في هذه المنحة، تمام كده؟ يبقى تخصصات عديدة وتعتبر نسبة 90% كل التخصصات موجودة. من أفضل مميزات المنحة دي إنها بها كورس لتعلم اللغة الإنجليزية قبل بدء الدراسة إذا ليس لديك شهادة لغة إنجليزية أو لو تعرف اللغة الإنجليزية. المنحة دي بتشترط ان لازم يكون معاك شهادة لغة انجليزية سواء ايلتس او تويفل، تمام كده؟ ولكن في ميزة من ضمن المميزات اللي بتقدمها المنحة دي او جامعة نيو ساوز ويلز، ان في حاجة اسمها كورس بيقدمه، تمام؟ الكورس ده بيكون كورس تمهيدي قبل ما تبدأ الدراسة، والكورس ده انت بتحضره لفترة معينة، بعد كده بتعمل امتحان. بعد لما بتحضر الكورس ده بتعمل امتحان، والدرجة اللي بتجيبها فيه بتأهلك للدراسة لدراسة الكورس الأساسي أو التخصص اللي أنت عايز تدرسه. يعني في الأبليكيشن اللي أنا هشرحه بعد شوية بيكون في مكان تقدر تختار فيه أنك عايز تاخد الكورس ده، تمام كده؟ وبيجي لك قبول في، لو جالك قبول في الجامعة، القبول ده بيكون مشروط بالكورس، تمام؟ يعني بيكون مكتوب في القبول ده أنك لازم الأول تحضر كورس داخل الجامعة، كورس لغة إنجليزية، عشان تقدر تتوافق مع الدراسة داخل الجامعة. فحضرتك لما بتسافر هناك بتحضر الكورس ده قبل ما بتبدأ الدراسة، والكورس ده بعد لما بتنهيه بيكون فيه امتحان، تمام؟ الامتحان ده لازم تجيب فيه درجة معينة، درجة يعني تكون كويسة، عشان تتأهل بعد كده لدخول الكورس الأساسي أو لدخول دراسة التخصص الأساسي، تمام كده؟ فده بالنسبة للمميزات برضو. فهي بتعفيك لو انت اخترت الكورس ده، فانت معفي من انك تقدم شهادة الايلتس أو التويفل. طيب
هنا عندنا ملاحظة إن هذه المنحة ليس بها حد أقصى العمر، هي متاحة لجميع الأعمار. كمان زي ما قلنا لا تحتاج شهادة لغة إنجليزية بشكل إلزامي عند التقديم. طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة في المنحة دي، أوراق تعتبر بسيطة. أول حاجة السيرة الذاتية، السي في بتاعك لازم يكون متواجد. كمان آخر مؤهل دراسي حصلت عليه، أو شهادة آخر سنة دراسية لو أنت لسه في المؤهل الحالي، في آخر سنة من المؤهل الحالي. كمان شهادة اللغة الإنجليزية إن وجدت، زي ما قلنا هي مش مطلوبة بشكل إلزامي. مطلوب كمان خطة بحث، تمام، ريسيرش، ومطلوب 2 خطابات توصية تكون بشكل أونلاين، تمام كده. طيب ده بالنسبة للأوراق المطلوبة. بالنسبة لآخر ميعاد للتقديم في الفرصة دي هو 26 مارس 2021، والدراسة في الجامعة دي أو في المنحة دي بتبدأ في شهر سبتمبر 2021، تمام. ومعظم القبولات أو معظم النتائج بيتم نشرها في المنحة دي في شهر مايو، في آخر مايو 2021، تمام كده. فده بالنسبة لآخر ميعاد. وهنا عندنا طبعا ملحوظة إن قناتنا قناة منح من كل الألوان، بتوفر خدمات إضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة أنت عايزها. يعني لو عايز تقدم من خلالنا على هذه المنحة متاح. وفي خدمة تانية اسمها خدمة تجهيز الأوراق بشكل احترافي، ودي أوراق بتكون بشكل عام بتقدر تستخدمها للتقديم بنفسك في أي منحة. ولو عايز أي خدمة من هذه الخدمات بتلاقي رابط استمارة كل خدمة موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، بتملأ استمارة الخدمة اللي أنت عايزها، وإحنا بنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء إن شاء الله. طيب ده بالنسبة للأشياء اللي إحنا بنوفرها. هنا أنا حطيت لكم الإعلان الرسمي للمنحة اللي فيه التفاصيل. تعالى كده نبص على الإعلان الرسمي ونشوف فيه إيه. هيفتح معانا الموقع الرسمي للجامعة، تمام، ده الموقع الرسمي للجامعة موجودة في مدينة سيدني. هنا هتلاقي إن الجامعة بتقدم عدد من المنح. إحنا مهتمين بالمنحة دي اللي هي منحة RTP، تمام كده، مهتمين إحنا بالمنحة دي. وبيكون الماجستير بيتم تدريسه لمدة 2 سنين، والدكتوراه بيتم تدريسها لمدة 3.5 سنين، دي مدة الدراسة. وهنا شرح لك بقى الراتب وما إلى ذلك. وطبعا الحكومة الأسترالية بتقدم مع منحة الجامعة اللي هي المنحة اللي بيتم إعطائها للجامعة اللي هي الراتب ده ومصاريف الدراسة والتأمين، بتقدم معاها كمان تذاكر الطيران والسكن الجامعي، تمام، وطبعا تسهيل تأشيرة اصطحاب العائلة. فده بالنسبة للمنح المقدمة من الجامعة. طيب هتلاقي بقى كل التفاصيل هنا لو أنت حابب تتعرف على تفاصيل أكتر. خلينا دلوقتي نروح لكيفية التقديم في هذه المنحة. هتيجي حضرتك تضغط على كلمة قدم الآن دي عشان يفتح معاك أبليكيشن التقديم، تمام كده. أبليكيشن التقديم مش صعب، ولكن أنت محتاج تملاه يعني بدقة وتركز في كل حاجة مطلوبة منك. ده الأبليكيشن، هو طبعا مطلوب هنا تحط الإيميل بتاعك وتحط الباسورد، ولكن أنت كمستخدم جديد ما عندكش لا إيميل ولا باسورد، لازم تعمل أكونت الأول على موقع المنحة. تروح ضاغط على كلمة ريجستر ناو عشان تسجل اكونت الاول على الموقع، تمام. بعد كده بتضغط على كلمة اي اكسبت من تحت كده، تمام، دي الشروط اللي انت موافق على كل شروط المنحة. وبعد كده بتعمل سلايد دي كده، تمام. وبعد كده انت بتحط الايميل بتاعك هنا. لما بتحط الايميل بتاعك هنا بيوصلك كود على الايميل. الكود ده انت بتفعله، يعني بتحطه داخل المستطيل اللي هيظهر لك بعد كده، وبيتم تفعيل الايميل وبيطلع لك انك تكتب باسورد. بعد لما تكتب الباسورد وتفعل الايميل بتاعك بترجع تاني للصفحة الاولى اللي انت بتحط فيها الايميل بتاعك. على سبيل المثال دي يعني ده الايميل بتاعي، وانا احط دلوقتي الباسورد، تمام، وخليني اعمل لوجن، ادخل بقى للابلكيشن نفسه عشان اشوف ايه اللي مطلوب داخل الابلكيشن واقوم باكماله، تمام كده. فالصفحه بتبدا تحمل وبيدخلك دايركت بعدها للابلكيشن. طيب انا كنت بالفعل عملت سبميت لابلكيشن معين وبدات فيه، يعني في ابلكيشن انا بدات فيه. فانت لما بتكون بدات في ابلكيشن ممكن ترجع له في اي وقت وتكمله، ولكن انت لما بتدخل لاول مره بتلاقي حاجه اسمها ستارت نيو ابلكيشن، بتشوف انت البرنامج اللي انت عايز تقدم عليه، تمام. فطبعا البوست جراديت اللي هي الماجستير والدكتوراه بيروح يضغط دايركت على ستارت نيو ابلكيشن في الجزئيه دي، تمام كده. فانا هرجع اعمل تعديل للابلكيشن اللي انا بداته بالفعل عشان اوريكم ازاي بتملى كل سيكشن فيه، تمام. هيفتح معايا دلوقتي كل سيكشن في الابلكيشن والاشياء المطلوبه فيه وازاي تقوم بملئها.
طيب ده الابليكيشن، تمام. هتلاقي هنا من عندك كل سيكشن مطلوب منك تملاه. في السيكشن الاول اللي هو البيرسونال ديتيلز، معلوماتك الشخصيه، بتحط معلوماتك، تمام، اسمك، اسم العائله، ما الى ذلك. بتحط هنا تاريخ ميلادك، ان انت مش استرالي، بتحط دولتك، دوله الميلاد. لو معاك رقم جواز السفر بتحطه، مش معاك خلاص بتسيب الجزئيه دي فاضيه. الكونتاكت ديتيلز، دوله الاقامه الحاليه ورقم تليفونك، تمام. هنا بتحط بيانات الاقامه الحاليه اللي هي الدوله وما الى ذلك، نفس الشيء. وهنا طبعا بتثبت انك ما درستش، ده سؤال كده، انك ما درستش في الجامعه دي قبل كده، خلاص. بعد ما بتخلص جزئيه البيرسونال ديتيلز بتخش على الجزئيه اللي بعدها، وهي بتكون جزئيه خاصه باختيار التخصص اللي انت عايز تقدم عليه، تمام. هو طبعا كل سيكشن بياخد وقت في التحميل عشان ينقل للسيكشن اللي بعده. فهنا ده اختيار التخصص، هنا ده البروجرام اوف ستادي زي ما هيظهر معانا دلوقتي، تختار التخصص اللي انت عايز تقدم عليه، تمام. وهنا انت بيطلع لك الجزئيه دي، طبعا عشان انا اخترت هنا، اخترت مثلا تخصص البيزنس، فانت من الجزئيه دي بتقدر تختار التخصص وبيظهر بكود معين. فانا اخترت بيزنس واخترت ماستر، تمام، واخترت اللي هي السكول، سكول اوف بيزنس، تمام. واخترت بتاريخ البدء، انا عايز ابدا الدراسه في 13/9/2021. تقدر تختار ترم الدراسه اللي انت عايز تبدا فيه. لو واحد مثلا عايز يبدا في سنه 2022 متاح برضه، تمام. ولكن الديدلاين اللي انا كنت ذكرته هنا، اللي انا قلت عليه 26 مارس 2021، ده خاص بالترم الثالث اللي هو بيبدا في 13 سبتمبر 2021، تمام. لان 2022 ليها ديدلاين مختلف، او ليها موعد انتهاء مختلف عن الديدلاين ده، تمام كده. طيب هنا التخصص اللي هو الاساسي بيزنس، كل التفاصيل تم ذكرها، خلاص. بتنقل بقى للجزئيه اللي بعدها بعد اختيار التخصص، في سيكشن تاني هيظهر لينا، تجاوب برضو على كل الاسئله اللي مطلوبه فيه. طبعا الموقع بياخد شويه وقت في التحميل، فده السيكشن اللي بعده. فهنا بتختار انك مفيش سبونسر شيب، يعني مفيش شخص هيمولك، انت عايز تمويل من الجامعه، تمام. فبتضغط على الجزئيه دي نو، بعد كده بتعمل سيف وكونتينيو للخطوه اللي بعدها عشان تخش على التمويل، انك عايز منحه، تمام. فهنا في الجزئيه دي مطلوب منك انك تكتب البروبوزر ريسيرش، يعني التوبيك بتاعها، العنوان بتاع خطه البحث اللي انت هتعملها بتكتبها هنا، تمام. وبتجاوب بقى على كل الاسئله اللي مطلوبه منك هنا، انك عايز تقدم لمنحه، وبتختار اسم المنحه دي، تمام. و يعني بيقول لك لو انت مثلا كان عندك منشورات سابقه، عندك اي اشياء اضافيه، بتشوف يعني بتحطها. مثلا على سبيل المثال عندي بابليكيشن قبل كده، بكتب يس، ما عنديش، خلاص بكتب نو، بعدي الجزئيه دي، بخش على الجزئيه اللي بعدها، بعمل سيف وكونتينيو، بخش على السكشن اللي بعده. السكشن ده هيكون فيه الكواليفيكيشنز اللي هي المؤهلات الدراسيه، تمام. يعني انا مثلا اخر مرحله دراسيه خلصتها مثلا بكالوريوس، بتكتب عليها هنا بكالوريوس، بتقول انت خلصت المدرسه الثانويه، وبتقول انك بتسعى للتقديم لاحد الدرجات الموجوده في الاعلى، تمام. بعد كده بتعمل سيف وكونتينيو، وبتخش على السكشن اللي بعده. وفي السكشن ده انت هتحط بيانات المؤهل الدراسي الاخير اللي انت خلصته. يعني انت على سبيل المثال خلصت البكالوريوس او لسه بتدرس في اخر سنه من البكالوريوس، فهتحط هنا البيانات زي ما هنشوف هنا، اندر جراديت كواليفيكيشنز. هنا بتحط دوله الدراسه الحاليه اللي هي دولتك، مثلا بتدرس في الجزائر على سبيل المثال، تختار الكليه اللي انت بتدرس فيها، تمام. تختار تاريخ بدء الدراسه، وبتختار انت متوقع تتخرج امتى، او بالفعل انت اتخرجت امتى، وبتجاوب على الاسئله دي، وبتخش على السكشن اللي بعده، تمام. بعد لما بتجاوب على اللي هي الكواليفيكيشنز، وبتحط كل التفاصيل الخاصة بمؤهلاتك الدراسية. وهنا بالنسبة للجزئية دي، لو انت عندك بقى هنا بالنسبة للجزئية دي خلينا نشوفها في الأول، اللي هي بتاعت اللغة الإنجليزية، انك بتختار انك عايز كورس اللغة الإنجليزية. هنا بيقول لك تقدر تحدد يعني مؤهلاتك في اللغة الإنجليزية، فلو انت معاك الايلتس تويفل بتحطه، مش معاك بتروح عند آخر جزئية دي وبتختار الكورس، تمام. وهنا بتختار الامبلويمنت ديتيلز، لو انت عندك اي خبرات عمل سابقه بتحطها، لو عندك اي كواليفيكيشنز تاني بتحطها. هنا التوصيات الاونلاين قلنا مطلوبه، دي بيانات الاشخاص اللي عملوا لك التوصيه، مطلوب 2 من التوصيات زي ما كنا وضحنا هنا، قلنا مطلوب 2 توصيه، تمام. بعد لما بتملى البيانات دي كلها بتروح للجزء ده، وبتعمل سيف وكونتينيو، وبتخش على الجزء اللي بعده، تمام.
زي ما هنشوف دلوقتي هيظهر بعد كده السكشن المفروض نملاه. طبعا كل سكشن فيهم لازم تملاه باحتراف ولازم تملا كل البيانات المطلوبة فيه. هنا خلاص ده السمري بيقول لك انك خلاص ملأت كل البيانات بنجاح، وبيقول لك لازم تتأكد انك ملأت كل شيء بنجاح. يعني لو انا ضغطت على كونتينيو دي بيقول لي لو انت اتنقلت للصفحة اللي بعدها مش هتقدر ترجع تاني وتعدل هنا في الصفحة دي، فلازم تتأكد ان كل شيء كاتبه بطريقة ممتازة والابليكيشن مش هيكون فيه اي رسوم. تمام كده، فانا طبعا مش هعمل الخطوة اللي بعدها. تمام، لان الخطوه دي هي موجود في الدوكيومنتس بقى، الاوراق المطلوبه منك، والاوراق المطلوبه هي اوراق بسيطه. طبعا مطلوب عده اوراق، فالاوراق اللي موجوده معاك حاليا بتحطها، لان في اوراق ما بتكونش مطلوبه بشكل الزامي زي شهاده اللغه يتم وضعها مش مطلوبه بشكل الزامي، جواز سفر، كل هذه الاشياء. فمثلا انت في الدوكيومنتس هنا بتحط اخر مؤهل دراسي حصلت عليه، لو عندك اي شهادات تطوع ما الى ذلك، كورسات، كل ده برضو بتضيفه هنا. تمام، ده في جزئيه اضافه الاوراق. خلاص كده، فده بالنسبه للابلكيشن. وبعد لما بتضيف الاوراق بتعمل فينش، وبقى انت كده ملأت الابلكيشن للمنحه بنجاح وانجزت الابلكيشن كاملا. تمام، يبقى شرحنا كل التفاصيل الخاصه بالمنحه. منحه مميزه جدا، مقدمه من الحكومه الاستراليه، فيها مميزات كتير، راتب شهري، مصاريف الدراسه، السكن الجامعي، تامين طبي، ميزه استحاب العائله، وكمان كورس لغه انجليزيه، يعني حاجه مميزه جدا. فالمنحه دي يعني حاجه جميله جدا. وما تنسوش اخر موعد للتقديم 26 مارس 2021، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في هذه المنحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.